more than 0 or minus x more than 0. كده مش تنفع. اضرب الطرفين في نيجاتيف، دي معناها x اقل من 0. يبقى انا لو رحت ده الكونديشن بتاعي، وهروح اهو هنا x على x في الكونديشن الاولاني اللي هو x more than 0. لو جيت اكتب اشيل x وحط سالب x، يبقى لازم اشتغل من الكونديشن التاني، يبقى ده x divided بماينس x، وده في حالة ان ال x less than 0. يعني دي معناها بصوا كده، x على x ب 1 ده في حالة ال x more than 0، و x على minus x ده ب minus 1 في حالة ال x less than 0. لو جيت ارسم الرسمة بتاعتها سهلة قوي، ده ال x axis ده ال y axis. ببساطة خالص هروح في ال y عند 1، هروح في ال y عند minus 1. بعدين دي معناها دالتين، الدالة الأولانية y بيساوي 1 تحت الشرط ده، الدالة التانية y بيساوي negative 1 تحت الشرط ده. يبقى طالما x أكبر من الزيرو، الواحد مفتوح، وده الشكل بتاع الدالة. في حالة إن ال x أقل من الزيرو، يبقى دي y بيساوي minus 1، وده الشكل بتاع الفانكشن بتاعي بالشكل ده، حاجة بالشكل. يا ترى فانكشن؟ فانكشن بس نوت انجكتيف، لان لو انت جيت تعمل هوريزونتال لاين هيقطعها في حته واحده. مفيش اكتر من كده، وانا مش هجيب لك مسائل اكتر من كده بالنسبه لك. متشكر جدا جدا، وارجو ان التوضيح ده يكون وصلك، وان الامور بقت احسن ان شاء الله. متشكر جدا، وباذن الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. شكرا، متشكر.